الاسم ديالي نهيرة القلعي، سن 17 سنة، كندرس بسنة ثانية بكالوريا، وكندرس الموسيقى أيضا بالمعهد الموسيقي بمدينة فاس. بديت الفن من وأنا صغيرة، منين اكتشف لي والدي الموهبة ديالي سجلوني بالمعهد الموسيقي وكذلك بجمعية كتسم بالملحون، ومن ثم كانت الانطلاقة. تجربة ديالي في The Voice Kids كانت تجربة زوينة بزاف، من خلالها تعرف عليا الوطن العربي وعلى الموهبة ديالي. بعد The Voice تغيروا بزاف الحوايج، كيف ما قلت كنت معروفة فقط في المغرب بحكم كنت كنغني التراث الملحون الأندلسي، لكن خلال المشاركة ديالي في برنامج The Voice قدرت أنا نوصل الموهبة ديالي لكاع الوطن العربي. ما بقاش عندي حتى شي تواصل مع المدربين، صافي فاش سال البرنامج سالت المهمة ديالهم، تلقبوني بذكرى صغيرة. طبعا شرف لي، شرف كبير، كانوا شبهوني بالمرحومة ذكرى صوتا وشكل، هذا الشيء كيزيدني فخر طبعا، وكنشكرهم. في حيرة ونار ليل ونهار بحلم بلقاك، عذبني الشوق وتعبت ومش هرتاح غير انا وعياك، بهواك انا وبدوب انا وعشانك عمري عمري انا، بهواك انا وبدوب انا واليوم بيعد علي سنة. الحمد لله كان عرف نوفق بين الدراسة والفن، وخا الوقت كيكون مضغوط بزاف الا ان الدراسة ديالي كتكون هي الاولى. الحلم ديالي ان شاء الله فاش نكبر بغيت نكون مهندسة، ما عنديش مشكل، كنتقن كاع الانماط الغنائية، ولكن تركيزي كامل كيبقى على التراث بحكم انني باغاه ما يندثر ويبقى من جيل لجيل ان شاء الله، يعني غادي نركز عليه اكثر. كاع الفنانات المغربيات كنحمق عليهم، لكن كنفضل اسماء المنور، ويحصل لي الشرف اكيد انني ندير معها جو في المستقبل. خليني ساكتة ما تكلمنيش اليوم وغدا، خليها غي هكدا، قلبي مجروح وين نروح ما بقتش فايدة، الباليني الباليني الكويني كويني، انا ما عندي زهر معاك اللي نديرها ما تصدقليش. الجديد ديالي انا خدامة حاليا على قصائد ملحون قديمة من التراث، غادي نعاود التسجيل ديالها ان شاء الله، ولما لا نصور فيديو كليب لشي وحدة فيهم ان شاء الله. بالنسبة لرمضان كنوض معطلة، ما كندخلش صراحة الكوزينة بزاف حيت ما كنعرفش نطيب، ولكن ناوية هاد العام ان شاء الله غادي ندخل الكوزينة نعاون ماما. كنبغي نقول لوالديا شكرا بزاف، شكرا على الدعم ديالكم من البدايات ديالي، شكرا على كل شيء قدمتوه ليا، انتما عارفين كنبغيكم بزاف والهلا يخطيكم عليا. نهيلة اللي ما كيعرفهاش راه بدات الفن وهي طفلة صغيرة تقريبا عندها عام ونص، كنت في المصحة، كنت يلا زيت الاخت ديالها الاصغر منها، وتبارك الله جات عندي كتعبير من الفرحه ديال انا فرحانه بالاخت ديالها، كتغني القطعه ديال الفنان فؤاد محمد منير ما شاء الله عليها، يعني بواحد الطلاقه بواحد الحيويه، يعني فريمون الناس ما صدقوش، كاع لي زانفيرمي كلشي كيصفق لي لها. من تما اكتشفنا بان عندها موهبه ديال الغناء، وبقات يعني في سن 4 سنوات تبارك الله عاود كانت انطلاقه اخرى، كانت تبارك الله كتقلد مريم فارس والفنانه صباح المرحومه صباح. كنحس بان بنتي نهيله عندها واحد المشكل، وهو انها تحارب، ما عرفتش شكون هما الناس بالضبط اللي زعما اللي كيحاربوها، ولكن الله نتمنى ربي يوقف معها، لانه داكشي بزاف. تصور كانت تكون عندها يعني عندها غتحيي حفلات، فجاه لاخر لحظه كيزولوها وكيجيبوا فنانين اخرين في العوض ديالها، ابار سا كتكون في مهرجانات اللي كانت كتكون فيهم دائما، ومن بعد كنتفاجئوا بانها كيزولوها. شكرا مجلة سلطان على هذه الالتفاته الجميله، شكرا على تشجيعكم للمواهب الشابه، وبهذه المناسبه غادي نهدي لكم مقطع ولكل المغاربه.
حبيب القلب قل لي واش كتبغيني، حبيب القلب قل لي واش كتبغيني، كتبغيني ولا لا، كتبغيني ولا لا، كتبغيني ولا لا، كتبغيني ولا لا، كتبغيني يا حبيب القلب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.